يلا يلا تصير وراك الله يصحك. كيف حالك؟ داعي المتجولين صح حرام كتقول لي حيت قلبك العرض ديال البر. احنا الناس عايشه في النعيم وحنا عايشين في الوسخ في الوسخ جميع ما نقدرش نصور لك كاع حداينا ما كنقدروش نخرجوا المفضل ديالو بنا ملعمات وصوب لنا الحسنية ودار زعما الملكية الأرض بواه هي وحدة باش يسكنوا فيها موني البرار كنت تبعت راك عرفتي من داوها هذاك الشيء شوف هذاك الشيء شناه ونوعدكم أنه شوف أنه اللي في جهدنا غنديروه باش هادشي ما يعاود يتكرر وهاد الحالة ديال هاد الحالة ما تبقاش تعيش على المدينة ديالنا راه اما انا راك ديما موعد نفسي ما عمري ما ندخل السياسه ولكن ملي بديت كنغوت كنقول لهم علاش هادي وعلاش هادي كنقول علاش انتم ما تدخلوش انتم خاوين التيران وعلاش وعلاش تشكى الا انت ما انت ما ضرباتكش النفس علاش كتشكى كاين شي واحد ولد محمدي نهائي راه هما اليوم جاو مولين التفكير ما داروا والو جاو مالين الفلوس قضاو الغرض ديالهم جاو مالين الدين ضحكوا على الناس كل واحد باش كل واحد باش من سيفه جا والريزولتا بحال بحال النتيجه بحال بحال ها هما دابا دازوا من هنا بلاص ما يدويو معاكم ضحكوا عليهم اما حنا اما انا راه تلاقيت معاهم كيديروا الحمله ومشيت نتعاون وتحاورت معاهم يجيو يقولوا لكم تا هما اش باغيين يديروا محفوظ ملي كان هذا ما تيقول ملي دابا شوف ولا تما ها ولاو كيقلبوا عليها باش يقادوا ماشي حيت عرفوا راسهم ما ساوين والو ودخلوا بالبيكالات وخرجوا بالكاتكات ياك بعدا شفتوهم كي كانوا ياك شفتوهم خرجوا بالكاتكات ياك شفتوهم كيدخلوا ياك شفتوهم كي خارجين لا شوف عجبهم الحليب ديال الحسن ديال المحمديه عجبهم حاجه وحده اللي نقول لك واحد الحاجه هادوك جاو محمديه عندهم مرحله في المصير ديالهم السياسي حنا ما غمرنا ما نتخلاو عليها كي ربحنا كيما ربحناش غنبقاو فيها لا ما حنا كنكبروا حنا كنعيقوا بهم هذا هو حنا كبرنا معاهم هذا هو الوعد اللي نعطيو واش انا كيف ما قلت لهم عيب وعار انه الناس كتمنى تزيد لقدام وحنا السكان ديال المحمديه الامنيه ديالنا نرجعوا للور حيت ماشي ولاد المدينه بغينا نرجعوا غير لذاك الشيء اللي عشنا في المحمديه اللي عاشوا هاد الناس مدينه الزهور في 61 كان الناس اللي كان الناس كيفتخروا مدينه الزهور الناس كيغيروا منهم حتى كنا في المحمديه مدينه عزبان اللي كنعيشوا فيها الان مدينه عزبان حنا ماشي ضد الحياه والاوساخ شوف حنا ماشي ضد الباعة المتجولين بالعكس خاصهم يكون عندهم اطار قانوني بلاصة فين خاصو يحط وما يخافش من الخزن دايز من المقدم من القيد يبقى حاض بلاصتو انا كاع النمره ديالو النمره ديالو ولكن حتى هو عليه حقه يخلص البلاصة في كيستاسيوني ملي سالي ينظف البلاصة ديالو باش هاد الناس حتى هما ملي يجيو الحي ديالهم يبقى ديما نقي باش حتى هما ملي الناس اللي كيجيو يشريو عندهم الماكلة تكون مراقبة ديال اللونصة راه حيت كيبيعوا الناس ما ياكلوا داكشي اللي كيبيعوا خصو يكون نقي وما يمرضهمش هذا شوف راه كل واحد عليه عنده حق وعليه حق سي هشام قيدوه
الرجاء عندكم خدام وجهنا احمر وتربحوا بمنا. ماشي واحد منا ماشي دوزوا بلاصه اخرى حيت ما قادرينش نرجعوا عندكم. راه داز عندكم رئيس الحكومه تحدى يجي عندكم اليوم. وصوتنا عليه بغاتين. وحلك لي دار لينا حتى حاجه والو. وحلك ليه بزاري انا. وكنقول عباد الله علاش لا هذا الراجل ما خلاهوش يخدم. هذا الراجل فيه الخير. هذا الراجل ناوي غادي يزيد بينا لقدام. ولكن غادي تطلعوا زاو المحمديه، المحمديه ما عمرها ما كانت. هو طبيب نفسي انا جابو شي سياسه. شباب اسي هشام اللي ما عارفينهاش الناس. سعيد معاون ديال الساكنه ديال المحمديه حنا جبناه صيفتي رئيس لجنه الضباط السكان حي حسن الى واحد. جبناه كنائب برلمان المره الاولى وجبناه كرئيس الحكومه. وطرحنا عليه المشكل اللي كتعاني منه الساكنه ديال حي الحسن ديال الفيضانات. ديال الفيضانات. وسورتو ديال 2012 وملي جيت انا كرئيس في 2014 جبناه ملي ولا رئيس الحكومه وعطانا وعود وما وفاش الوعود ديالو. وقت لهم دابا راهم اللي غادي يكون ديز من الطرود ما عمره ما يدير السينيور باش يدخل المحمديه. علاش؟ صافي حيت المحمديه مرحله عندي. هو دوز هو دوز سارودا نائمين يرضي عليك اخويا حي حسني. هو دوز دابا المحمديه. هو مشى دابا الرباط. اما جرعوا عليه برا انتوما شي يوم صوت صافي سوبات. هما الاخرين اسويتو عنده 500 درهم جاو عطاوكم 500 درهم باش صوتوا. حرك لي التصاوير شفتوا عندنا حنا هاد السلوك. لا ما بقيناش كنشراو صافي الشباب عاق. حنا ما خاصناش الفلوس. انا سيدي انا كنقول واحده انا باش نقول واحده هما بغاو يضحكوا عليكم. ضحكوا عليهم وخذوا 500 درهم. حنا ولينا راه بقاو كنقيدوا الشباب ولينا عليهم درس ما تصوتوش عليهم. اما دوك اللي خداو 500 درهم اش غايقول لهم اليوم؟ تصيدوا عرفتي علاش؟ حيت اليوم الصوت ولا كيسوى 1000 درهم. واش الاولين دابا خداو 500 وهاد الاخرين اللي كياخذوا 1000 وضيعوا دوك الاولين. هذاك ماشي مغربي 8 سبتمبر هذا التاريخ. المواطن غيمشي يصوت نهار 8 غيسالي المواطن غيسالي المهمه ديالو. المهمه ديالكم غتكون مورا 8 سبتمبر. قلنا لهم مورا 8 سبتمبر غنقفتوكم امنا. المهمه ديالكم التغيير التغيير ما غاديش كيف ما كيقولوا. ولدو شوف مكروه نتفق معاك دارش غير الخير. ولكن اليوم ما غاديش يسير غدا. انا من النوع ديال اللي كنتحمل المسؤوليه ديال الناس اللي معايا. الا كان غدا غادي يسير صورت نقول لكم سلامة سبحانية. انا ما جيتش ندير داك الشيء وماشي العطواني. ايوه راه دابا كتهضر على العطواني. كاين اشخاص اخرين احزاب اخرى اللي خدات المصالح ديالها. واليوم كتجي تبدلوا الاحزاب وبدلوا الاحزاب. اليوم قال لك الجبل كيشوف غير كعقوبة اللي قدامه ديالو ما كيشوفهاش. راه اللي دوز ثلاثة الاحزاب في 24 ساعة. ها انت دابا هذاك اللي دوز ثلاثة الاحزاب بلا ما نسميها انا نقول لك اش كاين. وبلاتي وبلاتي بالله عليك واش عاد تيجي في واش غادي يخدم ليك انت؟ لا ما يخدمش في المصلحة الخاصة. وبات هنا سمح لنا 24 ساعة محمد هذا واحد الامين ديال الحزب صاحبي نبيل بن عبد الله باش نسميه. عيط لي مسكين نهار قلت لي غادي تسطا ما بقاتش عندي لا حتى كيفاش. قال لي خونوها ما خونوهاش. عيط لي قلت لي لا ما خونوهاش هراوها. من اليوم باش شفت الى هي الواحد ديال فين؟ ديال الدبل في. وفين؟ مشاو الدبل في حزب الدبل في. ولكن نسيتي واحد الحاجه. شنو؟ راه شراو تاجي بني خلف راه داروا جمله. راه شوف راه كاين اللي جرى مرشح وكاين اللي جرى لائحه. ولكن شراو اللوائح جاو باش يجريو الاصوات. انتم غتبينوا لهم بان انتم رجاله. ان شاء الله. شوف
انا معاك ماشي في الدين ماشي في شغله شوف رزق بخير لازم اللي خاصك تقول هي يبقى واحد الحل حل هاد الناس غزال واحد المعاونه الله يرحمكم لا انا معاك انا معاك وراك شي محمديه نقيوها غير من الكلاب حنا كساكينه الكلاب وهذا الشيء ديال الباع المنتج راه جات عندي واحد هذه هي المحمديه المحمديه ولا باش عايشين السي هشام راه باش عايشين حنا عايشين بغات الارض بغات الارض جات عندنا الجمعيه بغات الارض باش نديروا الحل الكلاب كنحيدوا البرار قاعد نعطيكم الله يرحمك كيداير بخير بخير بارك الله شوف 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 شو